لو كان في ممرات للمشاة آمنة ما كان مات طلال. لكن لو كان في جسور للمشاة كافية ما كان مات طلال. لو كان في رادارات تضبط السرعة على الطرقات ما كان مات طلال. لو في زفت بالمواصفات المطلوبة ما كان مات طلال. لو ما في زعبرة وإهمال وفساد ورشفة وتساهل ما كان مات طلال. لو كان في مسؤولية ومتابعة وحزم بتطبيق القوانين كان طلال وصل على المدرسة. ولو كان ضبط السرعة $1000 مع حسم علامات من دفتر السواقة أو حبس كان طلال بالمدرسة. بس طلال مات لأنه القانون أضعف من الناس والناس أقوى من القانون.